اللي هو فترة كورونا اللي اجتاحت العالم واجتاحت طبعا الأردن من ضمن الدول، كان الإقبال على العسل بشكل أكبر وكثير إن كان من الأردن أو من خارج الأردن، لأنه العسل بعطي مناعة للإنسان وبزيد مناعته بقوي. اسمي يوسف الصياحين، من سكان أم قيس، بشتغل في تربية النحل. طبعا بلشت قصتي بالنحل وانا عمري 12 سنة. اللي كنت اعرف بهذاك الوقت وانا عمري 12 سنة انه النحل عسل وبقرص، بس ما كان يعني هاي شغلة كانت تستهويني. كنت حاب اني اتعرف على حياة النحل وفسيولوجية النحل. طبعا النحل له دور كبير في الحفاظ على الطبيعة. أم قيس شجعتني على تربية النحل بسبب التنوع الغذائي النباتي. أم قيس بتحوي على 1500 زهرة. كان إنه لابد إنه يكون في ثروة نحلية حتى إنه تعتني بهاي الأزهار وبهاي الأشجار بتلقيح هاي النباتات. أي نعم، بالفترة الأخيرة صار في تأثير بعملية الإنتاج بسبب اللي هو التغيير المناخي، الزحف العمراني، لكن إحنا بلشنا كمان إنه نساعد النحل عن طريق اللي هو زراعة الأشجار اللي بيحتاجها النحل. وعسل أم قيس مميز من ناحية الفيتامينات بسبب التنوع الغذائي النباتي اللي موجود.